اخبار اليوم. في اللي حصل امبارح بين احمد شوبير واحمد، والله هو اللي حصل ما كانش ينفع يصح انه يحصل من واحد مصري على مرأة ومسمع من الجماهير، وممكن تكون العالم كله مش مصر بس. فما يصحش ان يطلع واحد ايا كان صفته من غفير لوزير انه يطلع ويغلط في اللي قدامه. مهما حصل ممكن الواحد في حاجة اسمها الثبات الانفعالي ما ينفعلش مرة واحدة، ممكن في الاستراحة في الفاصل يعاتبه أو بعد ما يخرجوا من البرنامج يعاتبه. هما بصراحة الاثنين محترمين، المفروض هما ما يحصلش بينهم كده، لأن الناس دي فاهمة ومتعلقة وفاهمة الدنيا ماشية ازاي. فلما اثنين لعيبة زي دول قدام، واحد من الأهلي وواحد من الزمالك، بيوثق صورة الأندية معاه. وللأسف محمد شوبير فاهم والتاني أحمد شوبير مش أحمد شوبير فاهم طبعا، لا لعيب قديم وكان حارس مرمى ليه وضعه في المنتخب، فما ينفعش إن هو يعني يوثق نفسه بالطريقة دي. انا بس مش عايز اشوف اللي هو الخناقات اللي بتبقى في الاعلام، والاعلام يعني كده بيزود، عايز يزود المشاهدات بتاعته عنده. وباذن الله رمضان احلى طول ما احنا مع بعض، وربنا يوفق مصر ونشوفها في احسن حته يا رب.